مرحبا بكم من جديد معنا اليوم. ومعنا اليوم هذا العود يعرض لأول مرة طبعا، هذا الموديل من موديلاتنا لسنة 2019. مواصفات هذا العود طبعا الظهر من خشب المهوغني بالإضافة طبعا للزند والبنجوق كذلك، والمفاتيح أيضا من نفس نوعية الخشب مهوغني. الوجه سيدر، عندنا كذلك الأوتار من الكروشنر دوزان دودو بالإضافة للشماسي من الخشب. خلينا نسمع صوت هذا العود. طبعا في ميزة الزند العيار اللي تحدثنا عنها كثيرا في السابق، اللي هي بتخلي العازف يقدر يتحكم ببعد الدوسة اللي هي بعد الوتر عن الزن، بالإضافة إنها تحمي العود مع طول الزمن من التقوس اللي هي المشكلة اللي عانينا منها لسنوات طويلة. خلينا نسمع العود اليوم مع بعض. فينجر بورد كامل، نبدا ترجمة
مخملي وناعم ومريح، ويعني فيه إيكو هيك، في شوية صدى جميل. كان معنا هذا العود اليوم، استمتعنا فيه معكم، تمنياتي للتوفيق للجميع وإلى اللقاء.